قولي حضرتك، حضرتك تعرف تفاصيل اللي حصل؟ طبعا على يد كل حاجة، لأن هو أخويا موسى اللي كلم حضرتك دلوقتي هو فقط أنجب مينا، لكن أنا اللي مربي مينا ومعايا كل تفاصيله وكل تحركاته، وأنا كنت أبوه وفي نفس الوقت أنا كنت أبوه الروحي، يعني باعتراف بلغة كنسية، يعني بلغة الكنيسة باعتبار إن أنا قسيس. فهي الواقعة حصلت إن كان زميله اسمه ميلاد، هما الاتنين كانوا بيشتغلوا في حضانة في ملوي، زميله ميلاد ناجح زكريا من قرية البرشة شرق النيل في مدينة ملوي. في ليلة من الليالي وهم قاعدين في ملاوي المدينة بيتصفحوا موقع إعلان عن وظيفة وهمية على الفيسبوك أو على يعني على حاجة من على النت يعني. فميلاد شاف إنها وظيفة مغرية بتمريض منزلي بأجر عالي بمرتب مغري، فسجل وطلبوا منه يبعت السي في. بعت السي في تاني يوم على طول ردوا عليه وقالوا له انت قابلت يا ميلاد، مرحب بيك، تعال عشان تستلم. المكتب بتاعنا اللي بيدير العمليه دي التمريض المنزلي ده موجود في الحجاز، واحنا عايزين تمريض منزلي لحاله في عبود، وتعال علشان تستلم شغلك. ميلاد رجع لاهله، وميلاد علشان له اخوه اشقاء ذكور فعليه تأديد خدمه عسكريه، وده وقته وقت تجنيده يعني. فوالده والد ميلاد اللي هو الاستاذ ناجح زكريا رفض ان ميلاد يروح، فميلاد شاف انها فرصه جميله ما تتسابش، فقال لك الفرصه الجميله الحلوه دي ما يستاهلهاش غير صديقي وحبيبي مينا. فراح قال لمينا، قال له انا تصفحت الموقع الفلاني وقابلته وما رضيتش اقول لك، لكن لقيت ان انا ما عنديش يعني في ماليش فيها نصيب، فمن فضلك سجل انت ويا رب يكون لك فيها نصيب وربنا يوفقك. الكلام ده كان في شهر ابريل الماضي، في شهر 4. مينا يعني خد الموضوع وسكت لغايه شهر يونيو اللي هو شهر 6. ميلاد بيقول له سجلت ولا لا؟ قال له لا صدقني ما سجلتش، لان انا مكتفي بشغلي هنا والحمد لله. قال له لا دي حلوه ومش حلوه والمرتب كذا. قال له طب ماشي. وهم قاعدين فتح دخل على الموقع تاني سجل. تاني يوم راح اتصلوا بمينا، ارقام على ارقام اللي هو سجلها والسي في اللي هو حطها، قالوا له انت بالذات يا مينا قابلت بجدارة ومجلس ادارة المكتب بتاعنا موافقين عليك، فيا ريت تستلم شغلك في اقرب وقت. الكلام ده كان في شهر 6. مينا برضه ما خدش ولا يده في الكلام، الا لقيهم بيلحوا عليه كتير وابتدوا يتابعوا مينا بالحاح باغراء بكلام منمق جدا، محترمين جدا، عندهم ذوق عالي جدا في الكلام، بيكلموه احيانا حتى في عبارات بالانجلش. مينا حد متميز برضه في الانجليش وحد جميل، راح يعني وثق فيهم صدق. فقال لهم طب انا عندي فرح اختي وانا اخوها الوحيد يوم 15/9 اللي هو الشهر اللي فات على طول، اخلص فرح اختي واجي اشوف الامر ده. فرح ميرنا اخت المرحوم مينا كان يوم 15 سبتمبر الماضي الشهر اللي فات على طول، يوم 29 في نفس الشهر اللي هو كان الأحد الأخير في الشهر اللي هو الأحد اللي قبل الماضي. اتصلوا بيه قبلها بيوم اللي هو يوم 28 يوم السبت الساعة 7 الصبح، وقالوا له أنت ما جيتش ليه تستلم شغلك يا مينا؟ مش أختك خلاص اتجوزت وإحنا متابعين وعرفنا من حضرتك ومن صفحتك إن هي اتجوزت، هتيجي الشغل ولا نشوف حد غيرك؟ دي فرصة ما تتسابش. فمينا قال مش مشكلة أجي أشوفهم، وفي نفس الوقت يعني اسلم على اختي العروس اللي هي متزوجه في القاهره، لان تزوجت في البلد والعرس كان في البلد، وبعد كده الشقه اللي هي تسكن فيها عرس الزوجيه بتاعهم هنا في القاهره في مؤسسه الزكاه. فهو امسى يوم السبت اللي هو 28/9 امسى هنا الامسيه كانت في مؤسسه الزكاه عند اخته، وانا بيت في جنبيهم، جه سلم عليا وقال لي بكره يا عمي انا رايح الشغل والدنيا كويسه وناس محترمين والمكتب في الحجاز. يعني انا يعني كلمه الحجاز وانا عارف مين سكان الحجاز ولي اصدقاء هناك مهندسين واطباء ولي شعب هناك بخدمه، فانا عارف منطقه نظيفه وما يعني مش ما عنديش اي شبهه لاي حد من سكان المنطقه. فلغايه ما مينا بات الليله دي وخرج من البيت بحسب تتبع الكاميرات، اول كاميرا فرغناها لاحقا اللي هي كانت كاميرا المراقبه المجاوره على طول المنزل اللي نزل منه، كانت الساعه 9:14 دقيقه يوم الاحد اللي هو يوم 29/9.
فضل ماشي مينا وهم بيتابعوا معاه بالتليفون، مشي حوالي مسافة كيلو سيرا على الأقدام من البيت لغاية الدائري في منطقة أبو صير تبع مؤسسة الزكاة، وطلع سلم أبو صير عشان يركب اتجاه المرج. طبعا اللي رايح الحجاز بحسب علمي في المنطقة هنا، وإن أنا يعني سايق فيها وعارفها وبسوق العربية كتير، يعني المفروض يركب من الناحية التانية اتجاه السلام عشان ياخد أي حاجة رايحة مصر الجديدة ينزل ميدان الحجاز. فهو عشان ما يعرفش، وهم مستغلين حتة إنه ما يعرفش، قالوا تعالى المرج ومن المرج هنقول لك تعمل إيه، واستدرجوه لغاية المرج، وبعد كده قالوا تركب عربية الزاوية الحمراء، استنوه في الزاوية الحمراء عند مصنع معين بحسب المواصفات اللي هم قالوها، وأخذوه لغاية الشقة اللي تمت فيها الواقعة. هو حتى الآن ده علمنا اليقين. اللي جاي بقى بحسب اعترافاتهم ده مطلوب مني ان انا اصدقه، لكن غير يعني مش ما يتصدقش، لانه ما قالوا في اعترافاتهم ان احنا اول ما دخلنا مينا الشقة حاول يثور وصوته يعلى، فخشية من ان يفتضح امرنا ابراهيم الممرض 41 سنة ومعاه صديقه مصطفى شيف في مطبخ في مطعم. لا انا بس عايز اسال سؤال، يعني هل حضرتك بتقول ان هو راح؟ اسمحي لي بس حته مهمه جدا. انا فاهمه، انا حضرتك بس نكمل عشان بس نتابعك. يا حضرتك بتقول ان هو اتطلب في اعلان وهمي فراح، كانوا هم اصلا موظفين الجريمه يعني؟ صح كده، ما ده اللي انا طب اقوله بعد دقيقه بالظبط. ايوه ثانيه واحده، وهم عارفين منين ان هو مقتدر، ولا عارفين منين ان هو يقدر يدفع؟ لا سيادتك ما تعرفي، في كواليس هتعرفيها دلوقتي حالا. هي مش قصه فلوس ومش قصه 120,000 الطلب خالص. ما قصه ايه؟ المهم هو دخل الشقه، هم قالوا احنا ما كانش عندنا نيه ان احنا نقتله. هو لما صار ضربناه بحديد على راسه عشان يدوخ، راح اردته قتيلا في الحال، فسحبناه على الحمام وابتدينا نتخلص بتقطيع الجثمان. طيب انا عندي هنا كام سؤال على الاعتراف بتاعهم دوت. اولا اللي خاطف حد على فديه مش بياخده في مكان كده معلوم وسط الحيز العمراني؟ بص حضرتك بس انا عايزه بس اقول لحضرتك حاجه، في فرق بين حضرتك تحكي لنا الحكايه وان حضرتك تتكهن او تفترض ايه اللي حصل ايه ما حصلش. لا ما انا عايزه بس اقول لحضرتك حاجه، في فرق، احنا بس اعلام، احنا مش جهه تحقيق، فاحنا احنا ما ينفعش يا فندم. ثانيه واحده بس، انا عايزه اعرف اللي حصل من غير ما نقول ما هو لا يمكن وينفع وما ينفعش و و و، ده مش شغلانتنا احنا، دي شغلانه النيابه اللي هتقرر ايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش. هم استدرجوه وبعدين موتوه وتخلصوا من الجثمان تاني يوم الصبح اللي هو يوم الاثنين. خلصوا من الجثمان ازاي؟ حسب كلامهم ان هم حطوه في اكياس سوداء ورموه في طريق الاسماعيليه. الغرض ايه؟ يتخلصوا من الـ من الـ من الجريمة. لا الغرض من القتل ايه؟ ما حتى الان ما نعرفش، لكن اللي احنا تاني يوم بقى مش حضرتك بتقول طلبوا فديه 120,000 جنيه؟ يا فندم ده تاني يوم بعد القتل. أيوة. القتل تم يوم الاحد. ما لو يعني انا كنت هوصل يعني هم مع طرف انا بتكلم في تحقيق او كده ولا اختصاص نيابه مع احترامي. لا حياتك بتقول ده ما ينفع، يعني انا بتكلم في الوقائع اللي حصلت، يعني حياتك ما تعرفش السبب الحقيقي للجريمه دي؟ لا طبعا لا، ولا هم اعترفوا باعترافات حتى الان. هي بما ان القضيه على مكتب سياده النائب العام فهي طبعا واخده شكل السريه التامه، فحتى المحامين بتوعنا ما لهمش ان يطلعوا دلوقتي. بنخضع طبعا لقرارات النيابه لان فاهمه شغلها كويس. انا بشكر حضرتك جدا.